لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة النهاردة من قناتكم عصام السبكي. والحلقة النهاردة هنتكلم عن سلسلة النصيحة. يعني بقى نحبنا ننوع بقى. هنديكم بقى نصيحة. طبعا احنا شفنا الفترة اللي فاتت وربنا يشفي كل مريض ويرحم كل امواتنا. الكورونا ودخول الكورونا والوباء اللي جه على العالم كله. ربنا يسترنا ويشفي المرضى جميعا من هذا المرض. ويرحم امواتنا اللي ماتوا بيه. النهاردة بقى شفنا الموجة الاولانية ودلوقتي بيحذروا على الموجة التانية. النهاردة الحلقة مش هتكلم عن الكورونا لا. انا هتكلم على احسن كمامة تجيبها عشان تبقى واقية من الفيروس ده. وتحميك من الفيروس وكمامة جميلة جدا. النهاردة مش هنتكلم هنشوف انواع الكمامات معنا ايه. واحسن كمامة موجودة نقدر نجيبها ونشتريها وسعرها عامل ايه. بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو خش على الفيديو خش بقى نسخن بقى في الموضوع. عايزك تفعل كده زر الجرس اديني فعل زر الجرس كده واشترك في القناه وتديني اعجابك الجميل المتين. ولو هنعمل شير او هنعلق يلا. وعايزين بس كل ما نعمل اعجاب كل ما الفيديو ينتشر. النهارده هنشوف احسن كمامه وربنا احسن كمامه نستخدمها الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه صعبه جدا. احنا شفنا دول اوروبا بدأت تعاني بدأت تصوت تاني بدأوا يقولوا الناس خلي بالكم هناخد اجراءات الحظر من جديد. وفعلا في دول عملت اجراءات حظر وفي دول عربية بدأت تاخد اجراءات حظر. الموجة التانية اخطر من الموجة الاولانية. ربنا يا رب يحمينا ويحمي الشعب المصري ويحمي مصر الحبيبة من كل داء ويحمي كل الدول العربية وشعب الدول العربية. الموجة التانية صعبة انها بتأثر في الرئة فالناس كلها يعني بتحذر. غير كده ان رئيس الوزراء طلع من يومين وقال لك انا مش عاوز ارجع نفس لنقطة الصفر مش عاوز اخد اجراءاتي الاحترازية تاني. يا جماعة ساعدوني بلاش التكدسات بلاش اللي هو التجمعات. طيب احنا كل الكلام ده عارفينه وشفناه وسمعناه. عاوزين نعمل بقى حاجة دلوقتي. ايه بقى انواع الكمامات اللي موجودة في السوق وايه احسن كمامة تقدر انت تجيبها وتعيش معاك فترة طويلة. طبعا لما تشوف الفيديو تخضوا ايه كل الكمامات اللي عندك دي. كان طبعا كلنا عندنا هوس الكمامة عايزين نجيب احسن كمامة. وشوفنا طبعا الناس حبايبنا اللي هم كذبوا من ورا الكمامات وانواع الكمامات كلها طلع كل يوم يجيبوا لي طلعات كمامة جديدة وكمامة شكل جديد. الواحد بيجري لك دي احسن لا دي احسن من دي لا دي واقي الفيروس دي تحميك من الفيروس. وفي النهاية ربنا استرع الحمد لله واللي حصل حصل وناس جالها الفيروس وناس ما جالهاش الفيروس. الحمد لله ربنا يشفي كل الناس كلها. طب نشوف بقى نستعرض انواع الكمامات اللي عندنا ايه اللي احنا اللي موجوده في السوق. يعني مثلا عندك اول كمامه زي دي كده دي N95 بفلتر دي بتقعد معاك حوالي شهرين او ثلاثه بالظبط وتغسلها وترميها خلاص خلص الموضوع على كده. وفيها دعامه وفيها فلتر حاجه جميله. دي كم واحد برضو بشويه اختراعات عملوا كمامه قماش وعملوها في فلتر قال لك كمامه فلتر وهي مش حلوه مش وحشه بس طبعا الدكاتره او الاخصائيين واللي هم بتوع الوقايه قال لك بلاش حاجات فيها فلتر بتاثر هات الحاجه الساده. طيب قال لك دي N95 جميله جدا بتقعد معاك فتره طويله وبتغسلها ودي الامريكي الحاجه النظيفه جدا موجوده في السوق وسعرها مش غالي دي N95 كم عاديه شعبي هو واحد اي اختراعات المهم يلم فلوسه خلاص كمان ملهاش اي لازمه عملها بفلتر وحاجه زي الفل وحتى الفلتر هو يعملها يا ليله ادي برده من الكمامات اللي ملهاش اي لازمه. واحد برضه عمل خامه تانية هي كده وقال لك كمامه حلوه وحاجه محترمه وحاجه 100 وزي الفل ولا برضه خامتها برضه هي اللي هي اللي مش عارف يسموها فيزلين ولا ايه وحط لك حته نحاسه ولا حته حديده وقال لك عليه يلا كلهم ضحك على ايه ضحك على الدهون. طبعا عندي ال N95 اللي هي قال لك حاجه محترمه ومش عارف مصنع ايه بينتجها وحاجه اجيب منها الاصلي وحاجه هي برضه حلوه مش وحشه وجميله جدا وخامتها حلوه مش وحشه اهي N95. بعد كده قال لك في حاجه اسمها السيليكون ده خامه سيليكون يعني اعوذ بالله لبستها في الصيف هي بس دي وقعت منها لبستها في الصيف يعني حر ايه كميه الحر دي لقيتها وشي بيولع اهي دي خامه ايه السيليكون اهي خامه سيليكون وكانوا بيعرضوا بيحطوا 50 جنيه و60 جنيه و100 جنيه فيها و75 جنيه اهو كله استغلال برضه نحطها ملهاش لازمه. دي الخامه اللي هي القطن اللي كله بيلبسها يقول لك البس القطن البس القطن البس القطن الخامه القطن
مش عارف شركة ايه وشركة ايه بتصنعها، وبتحتوي السلم شوية قطن على ده ويعملها لك، اهي دي برضه خامة قطن. دي الطبية اللي عندنا، دي الطبية، الخامة الطبية، الكمال الخامة الطبية بتاعتنا خلاص، دي اللي مشتريها، دي الصحية بقى، دي الصحية. كلام جميل. كل ده كده كوم، والوحش بتاعنا ده كوم، كمامة الانتاج الحربي. كمامة الانتاج الحربي ايه؟ دي ال N95 هي بتاعت الانتاج الحربي، ال N95 دي بتاعت الانتاج الحربي، بس مش موجودة، بس كانت انضف كمامات. اللي موجود دلوقتي بتاعت وزارة التموين، اللي بتنزل في التموين، اللي بتنزل في التموين، كمامة التموين ماشي، دي كمامة التموين. طبعا احنا شفنا دلوقتي كل انواع الكمامات اللي انا جبتها والهوس، وطبعا التجار ما شاء الله كسبوا ذهب من ورانا، هاتوا الكمامه مش عارف دي، هات الكمامه دي. طبعا الكمامه فلتر ناس كتيره قوي ودكاتره، وقال لك بلاش تجيبها، كمامه القطن قال لك مش صحيه ولا عمليه، هاتوا الكمامه اللي هي الطبيعيه او العاديه اللي هي بتتباع، اللي هي الالتراسونيك دي هاتوها. وفي كمامه برضو احسن وحلوه وهي غاليه شويه، اللي هي ال N95، اللي هي ال N95 اللي هي اهوت، انا بقى اهو دي ال N95 اهو، الكي N95، هاتوا الكمامه ديت برضو حلوه مش وحشه وعمليه، وعمليه كويسه اهي، وبتحمي من الايه، اتربه ومن الفيروسات تمام. او الكمامه اللي هي الطبيه العاديه، هو بلاش تجيبوا القطن، بلاش تجيبوا اللي هي الايه المفلتر دي. طب طلع علينا بقى ايه تموين من فتره كده، من شهرين او ثلاثه، وقال لك هننزل في التموين حاجه اسمها كمامات، هننزل كمامه في التموين تاخدها على البطاقه او ممكن تشتريها. الكمامه مش غاليه وخامتها حلوه جدا، ولما لبستها انا يعني الصراحه جميله جدا، اتعلقت بيها قوي، وفعلا هي معموله بمواصفات طبيه وقياسيه عشان تحمينا من ايه، من الفيروس اللعين ده اللي احنا شفنا الدنيا عامله ازاي فيه، وربنا يسترها يعني، ربنا يسترها الفتره اللي جايه ما يحصلش حاجه. هنيجي نشوف الكمامه اهيت، ادي احنا معانا الكمامه اهيت، وطبعا اول حاجه بتجيبها كده، سعر الكمامه دي كام بقى؟ سعرها كام؟ 8 جنيه ونص. سعر الكمامه 8 جنيه ونص اهو، 8 جنيه ونص، يعني رخيصة جدا. انت لما تروح تجيب العادية من الصيدلية بيديها لك ب 4 جنيه و5 جنيه. بتجيب ال N95 دي اللي هي النظيفة بتتباع ب 40 و50 جنيه في الصيدلية. القطن احنا عارفين سعرها كام، في ناس بتبيعها ب 5 جنيه وفي ناس بتبيعها ب 10 جنيه، لكن دي بجد تستاهل سعرها. ادي احنا بنجيبها هي، بنروح. طب انا واحد يقول لي مثلا ايه يعني قبل ما نتكلم، او انا ما عنديش بطاقة تموين اعمل ايه؟ لا، بتروح في التموين تقول له السلام عليكم، وعليكم السلام، انا عايز كمامه، بيديك كمامه، بياخد منك 8 جنيه ونص. طب انت معاك بطاقه، بتضطر تستغنى مثلا عن السكر، عن الرز، عن ده، وبتجيب بداله كمامه، كمامه التموين. طب بنشوف بقى ايه كمامه التموين، اول ما بنجيبها كده بنفتحها اهو مع بعض، احنا بنفتحها اهو مع بعض اهو، كيسه جميله، وحاطينها لك في ايه زي كتالوج كده او حاجه بتعرفك الكمامه. الكمامة بقى طبعا هو ايه بيجيب لك تعريف هنا كده، بيقول لك ايه الاول لما نيجي نقرا التعريف بتاعها اهو. طب بيجي يقول لك ايه طريقة الاسترداد، المصنع فين، موجود هنا، موجود في الشرقية، طريقة الارتداء من الكمامة القماش غير الطبية، طريقة الارتداء الآمن للكمامة القماشية غير الطبية، ماشي غير الطبية. فبيقول لك بص، هو جايب لك شوية حاجات كده تعملها ايه، نظف ايدك، مش عارف تنظف ايدك قبل الاكل وقبل الساعه، ولا ما تعمل ايه ولا تفعل ايه. ادي الكمام. طب دي ارشادات مالهاش لازمه طبعا، عاوز تقراها ما تقراهاش براحتك انت حر. الكمامه دي اهي، ادي الكمامه بتاعتنا. الكمامه دي عباره عن ايه؟ نيجي نشرحها كده. دي الكمامه هي بتاعتنا. الكمامه دي عباره عن 3 طبقات. هتقول لي ايه؟ اقول لك طبقتين قماش، ادي طبقه، بص طبقه وطبقه، طبقه اهي وطبقه اهي، اهي بص اهو، طبقتين قماش. طب اللي جوه الطبقتين القماش دول ايه؟ اللي جواهم ايه؟ اللي جواهم الطبقة التالتة دي، بس اللي هم دول طبعا الكمامة دي طبقتين برضو، بس هم حاطين طبقة واحدة، طبقة واحدة، او حاطين، لا يا ربي معلش، هم حاطين طبقتين، طبقة هنا لازقينها مش تاخد بالك منها، والطبقة التانية هنا برضو، يبقى كده عندك 4 طبقات. فبيقولوا ايه طبق هم 3 طبقات، طبقتين قماش وطبقة الفزلين اللي هو ايه الحماية. فعندك دول بيحطوه، ادي ده برضه في الزين اهو، اهو عباره عن ايه؟ طبقتين اهو، ويمكن يكون ده 3 طبقات كمان، اللي بتاعت اللي بتتباع 3 طبقات، فبيحط لك طبقه وطبقه،
انت مش هتحس بيها. طبقة فازلين يبقى متكونة من 3 طبقات، طبقة قماش، والطبقة التانية من ورق قماش، ومن جوه الفازلين حاطينها على ايه، على طبقتين، طبقة هنا طبقة هنا كده، من هنا وطبقة من هنا. طيب الكمامة بتاعتها فيها دعامة اهي، دي فيها دعامة، حلو قوي، فيها دعامة عشان تمسك هنا وتمسك هنا. لبسها سهل جدا اهو اهو، ادي ادي استك بلبسه هنا، وبجيب الاستك التاني كده اهو اهو. طيب الكمامة ديت معلش بالقماشة اللي عاملينه فيها اهو بتحميك، تقدر تتنفس، ممكن تقعد فترة طويلة وانت لابس الكمامة، وانت بتتنفس وهو لابس الكمامة فترة طويلة اهي. ايه اهو حاجة زي الفل اهو. الكمامة دي قماش، قال لك تستخدم كم مرة؟ هنا في التعليمات قال لك تستخدم 50 مرة. انت لو جيت قريت البتاع ده قال لك ممكن تستخدم 50 مرة. قال لك هنا 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 اوبا اهو، قال لك هنا ايه ممكن تستخدمها لمده 50 مرة، يعني 50 مرة اغسلها واكويها وارشها بايه، بالكحول من جوه، اغسلها واكويها، يعني اهو اغسلها واكويها وارشها كمان بالكحول اهو، كحول اهو، بعد ما غسلتها اطهرها وارشها ايه بالكحول اهو. بس يبقى انا اسمي ايه كده 50 مرة. طب الكمامة دي سعرها، قلنا سعرها 8.5 جنيه. عملية عملية. انا دلوقتي طب بدل ما اجيب هجيب علبة ب 150 جنيه 120 جنيه من الكمامة الطبية اللي هي النظيفة، او اجيب كمامة قماش، معلش كمان القماش دي برضو اهي بتلبسها كده تخنقك، تحس ان انت حاجة حد كتم نفسك اعوذ بالله، لانها مش عملية. قال لك مش عملية، هما طبقتين بس مش عمليين. دي بتجيبها ب8.5 جنيه، بتقعد معاك حوالي لو انت كل يومين بتغسلها، بتغسلها كل يومين على فكرة، تغسلها تنشرها 10 دقايق بالظبط تنشف، 10 دقايق ربع ساعة تنشف. الكمامة دي كده تمنها كام؟ 8.5 جنيه. بالنسبة لسعرها حاجة يا بلاش، تقعد معاك 50 مرة، يعني لو انت حسبت استهلاكك ممكن تقعد معاك 3 4 شهور ما تجيبش غير كمامة واحدة. لو عايز تجيب كمامة تانية معاك يبقى انت معاك كمامتين، تغسل دي وتلبس دي، تغسل دي وتلبس دي، براحتك انت بقى اهو، يعني هو كمامه انا معاها، انا معاها التانيه دي بتحت ودي بتحت، اغسل دي والبس دي، اغسل دي والبس دي، اغسل دي وهكذا. يقعد معاك ممكن تعدي الفتره دي كلها، وبعد ما تخلص ترميهم وتجيب واحده تانيه. حلو قوي، مفيده للشركات بدل ما توزع كل يوم كمامه على العمال، الدكاتره للصيدليات، الدكاتره للعيادات، المرضى، الكمامه دي عمليه جدا جدا جدا، ممكن تديها له ويحتفظ بيها. ممكن تجيبها من المصنع، يعني تشوف المصنع فين وتجيبها منه وتعمل لك، او تجيبها من ايه، من التمويل. ده كان النهارده الكلام بتاعنا عن الكمامه، لو عجبكم ربنا يحفظكم وربنا يحرسكم يا رب من اي مرض او اي سوء، ويحفظ بلادنا الجميله مصر، ويحفظ شعبها النقي الطيب. بس فانتوا تروحوا لو انت مش معاك بطاقه تموين، نجيبها ازاي؟ نجيبها عن طريق بطاقه التموين بتاعتنا، او نروح المنفذ اللي بيبيع تموين، عندك كمامه اديني واحده، وبتاخد بالديل بتدفع له 8.5 جنيه، مفيش اكتر من 8.5 جنيه. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم نفعل زر الجرس ونشترك في القناه ونعمل اعجاب، وربنا يحرسكم ونشوفكم الحلقه الجايه.